فرح كثير جدا من مغانيهم سواء الاخوان او السلفيين، وعندهم شعور بحاله الغرور بالقوه سواء الاخوان او السلفيين عندهم حاله ذهب، لكن هو البعض بيعتبروا الشعور واهم على ارض السياسه حقيقه، لانه لم يتحقق اليوم اي وجود سياسي على الارض مطلقا. فهل الشعور ده الواهم اللي حادث عند شرائح مثل او الاخوان او السلفيين، هل حقيقه القوه اللي موجوده في مصر، وانا بعيد تاني، الظاهره او الخفيه، هل بتستغله هي لاحداث حاله تصادم او لاحداث حاله مكتسبات هي عايزه تحققها في وقت من الامكان، ولم تحقق الاسلاميين كل الاهداف الجميله اللي هم بيسعوا ليها الا على قدر ما يحقق لهذه القوه ما تريده هي على الساحه في مصر؟ ده محور اشكاليه موجوده الان عند اللي بيفكر ويحلل ما يحدث على الساحه. هل انخدع الاسلاميين كما انخدعوا في 54 بس بطرق اخرى وبشكل ثاني وبخبص اكثر؟ لان الاسلاميين حتى الان ما زالوا، انا بعتقد ان في مرحله اللي بتفق مع اللي بيتكلموا ان في مرحله الذهب او مرحله الايه؟ الفرحه اللي ما فيهاش حكمه العقل والوعي للمرحله. الناس ما صدقت لقت مساجد، ما صدقت لقت حريه التعبير، ما صدقت ما صدقت الاخوان انتشروا، السلفيين عندهم غرور بالقوه في اماكن كتيره جدا، بيطلعوا فضائيات هنا وهنا وهنا بيتكلموا بيقولوا، فحسوا ان هم عندهم شيء من التمكن رغم حقيقته انت لم تتمكن من المشهد السياسي حقيقه، لم تتمكن من المشهد التشريعي، لم تتمكن من السلطه السياسيه حقيقه، انت متمكن من الوجود بس، متمكن انك تتكلم تتنفس. لكن انا اعتقد، انا اقول كلمه عشان ما اكترش كلام فيها، اعتقد ان القوه الموجوده في مصر سواء الظاهره او الخفيه تريد ان تجعل من مصر حاله قريبه من حاله العراق السياسيه، سياسيه فقط، يعني حاله منفتحه من الاحزاب، حاله منفتحه من حريه الراي، حاله منفتحه من التجاذب، لكن في نفس الوقت في انشطارات كثيره، في تصادمات كثيره سياسيا، في حاله قوه هي المسيطره وقوه كثيره جدا تتجاذب موقف على الارض ولا تحقق ما تريده، والذي يحقق ما يريده هي القوه المسيطره فقط على هذا الموقف. نقطه اخيره عشان ما اكترش بس في الكلام، ان البعض بيعتقد وانا منهم بعتقد ان في كثير من الاسلاميين منخدعين بالمجلس العسكري، منخدعين بالسلطه، وبعضهم زي ما تقول راسخ في ذهنه العلاقه اللي كانت بين السلطه وهو امن الدوله زمان، فبيعيدها بترتيب اخر، وهي الدنيا ماشيه كده مش هتمشي كده، لازم يكون رجل في السلطه ورجل بره، لازم تعمل علاقات، لازم تعمل خط. فدي عامله اشكاليه ان هم في المشهد الاخر الثوري والتحرري شكلهم مقايض، شكلهم مش كويس، شكلهم ان هم ماشيين في ركاب السلطه، وان كثير جدا ده انا بسمعه وبتعامل مع كثير من الشباب والقطاعات الكبيره جدا، ان الاسلاميين قليل منهم يحلل من ركب السلطه، وان هم رغم ما قاسوه رغم ما زالوا متعلقين مع السلطه، بيمدوا ايديهم بيتوسلوا بيتحالفوا كذا 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 عشان ينالوا اي شيء من الكعكه اللي تقصر. انا اعتقد دي اشكاليه كبيره جدا، هل الاسلاميين حقا تحرروا وعندهم مشروع حكيم للتواجد على مدى مرحله استراتيجيه مثلا على مدى 20 سنه مش مدى 5 سنين، مدى 20 سنه ان يكون لهم رؤيه للمرجعيه الشريعه انها تحكم في مصر ولا لا؟ انا بعتقد المسائل فيها غياب كتير جدا للرؤيه الحكيمه يعني، ودايما اعرف عدوك، وكما قيل في الشر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، كثير منا محتاج يعرف كيف يفكر اهل الشر وقوة اخرى الاسلاميه. شكرا. شكرا. ان احنا مما نحن هي الهيد لاين بتاع حصر الله، احنا نحن من ايه؟ فتره قبل